بالنسبه للمشكل اللي واقع دابا ديال الماء الصالح للشرب، هو انه عندنا لا بريسيون ضعيفه بزاف، وان المشكل ديال ملي كتفوت 9 ديال الصباح ما تتبقى تدوش ما والو، يعني اللي ساكن في البروميال يعني داك الشوف اللي عنده راه ما بقى خدام لتا حاجه، خاصك تسخن الماء باش تدوش، والناس كتجي من تماره ضاربه تماره ومكرفسه وعيانه، وتجي كتبغي تخدم تبغي تدوش ما تلقاش الماء، يعني ردونا لواحد السنوات الخلف، يعني بغينا شي التفاته من السيد المدير ديال الوكاله الوطنيه المستقله للماء الصالح للشرب، باش تكون عنده واحد التفاته لهاد المركز ديالنا اللي هو الغضبان، يشوفوا شنو شي حل يديروا لهذا الشيء، لان ديجا حنا كنا تكلمنا على بان راه عندنا مشكل هكا وتحل المشكل واحد 20 يوم تقريبا ولا شهر، وعاوتاني رجع نفس المشكل. احنا اليوم كنطرحوا عندنا مشاكل عديده كيعانيوا منها ساكنه مركز الفرح، ومن بينها الاناره العموميه. حنا كنا اتصلنا بالجماعه شحال هذه على باش تفك لنا هذا المشكل وتدير صفقه مع الوكاله الماء توزيع الماء والكهرباء باش يحلوا لنا هذا المشكل، وكان جاو داك النهاريات حلوا لنا هذا المشكل بواحد الظرف اللي ما كيتجاوزش اللي هو شهر. دابا راه حنا واحد شهرين ولا 3 شهور، وكما قال الاخ اسماعيل اللي واحد 60% راه ماشي 60% راه واحد 90% ديال الاناره طافيه واحد المده واحد 3 شهور ولا شنو هو، وحنا كنعانيو هذه، ولينا بحال في العصور الحجريه كان لا اناره، رغم اننا حنا اللي كنخلصوا في هذا الشيء كامل. وكما قال بعض الاخوان ان ارتفاع الاسعار في فاتوره الماء والكهرباء وغير ارتفاع مهول، وكنلقاو مشاكل في الاناره العموميه. كان من قبل كيتم مثلا تطرق ليه وكيتحل هذا المشكل يعني بواحد السرعه، دابا لا، دابا ولات مثلا كيمشي شهور شهر شهرين 3 شهور، عاد كيجيو مثلا اللي كيصوبوا تقريبا واحد 20% ولا 10% في هاد الساكنه كامله الدوار الغضبان مثلا كامل، بزاف ديال سميتو. ومازال كاينين حوايج اخرين اللي بغينا نطرقوا عليهم، الا رجعتوا ولا شي حاجه غادي نناقشوهم، يعني باش المنطقه تزدهر تمشي في واحد الحوله زوينه، وحتى الابناء ديالها ما يعانوش من شي مشاكل اللي غتعود عليهم بشي حوايج اللي خايبه. كانت من قبل، ولكن بالنسبه لسميتو ما كايناش شي زياره وما كايناش شي غيره على مثلا شي واحد اللي غيور مثلا 100% اللي كيتخبط مثلا عنده واحد الغيره فهمتي باش يتخبط على هذه المنطقه مثلا ولا المناطق الاخرى. حنا مثلا كنشوفوا يعني ديك الغيره ما كايناش فهمتي، كاينه على المصالح. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.